يسأل يسأل كلمة يقول ذكرنا بحديث كانت له في القبر نورا وعند. طيب قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا حديث رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر موقوفا له حكم الرفع. قال من قال حين يأوي إلى فراشه وأدبار الصلوات الله أكبر كبير عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات الثلاثة لا إله إلا الله وعدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات الثلاثة كن له في القبر نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة وحتى يدخل الجنة. إذن متى وقتها؟ بعد الصلاة وقبل الفرائض. أي مولانا نعم الفريضة أحسن الله.